بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السادة الحاضرون، حرصاً على مكانة أمتهم وأمن بلدانهم من خطر إيران وتدخلاتها المسيئة، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً، كل باسمه وصفته وعنوانه. نبدأ على بركة الله أعمال الجلسة الثانية من ندوة الخطر الإيراني على المنطقة العربية، شواهده وآثاره، وهي جهد مشترك بين كل من المجلس الإسلامي السوري، هيئة علماء المسلمين في العراق، رابطة علماء أريتريا، ورابطة العلماء السوريين. أدعو الآن الباحثين المشاركين في هذه الجلسة: الأستاذ زياد بومخلة، المحلل السياسي من تونس، وأظنه تأخر قليلاً. الأستاذ الصادق إبراهيم الرزيقي، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، أيضاً تأخر. الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. الأستاذ إدريس ربوح، باحث في الشؤون المغاربية والأفريقية، وعنوان بحثه التدخلات الإيرانية وأثرها على العلاقات بين الجزائر وإيران. الشيخ فاروق الظفيري، باحث في الفرق والجماعات الناشطة في العراق وغيره، وعنوانه عنوان بحثه الطريق السبايا، دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس. أهلاً ومرحباً بالجميع. وقبل أن يبدأ الباحثون، وربما ننتظر وصول من تأخر منهم، لعلنا من المناسب أن نستذكر مناشدة أحد الشعراء لأبناء أمته حين قال: بغداد ضاعت يا عرب، بيروت تحكمها اللعب، ودمشق تندب حظها من ناصر عنها احتجب، صنعاء ضاعت مثلما أخواتها، يحيى العرب. ستكون لكل باحث 15 دقيقة، ألتمس منهم الالتزام بذلك، لأن الوقت يعني أكلنا من الجلسة الأولى، ونحن مضطرون إلى الإنهاء بتوقيت محدد. نستضيف الآن الأستاذ إدريس ربوح، الباحث في الشؤون المغاربية والأفريقية، فليتفضل مشكوراً. في السبعينات من القرن الماضي كانت العلاقات الجزائرية الإيرانية تتميز بالمتانة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي والرئيس هواري بومدين. هذا الوضع الذي كانت تحوزه الجزائر مكنها من لعب دور الوسيط بين إيران والعراق في مشكل الحدود الذي بين البلدين، والذي تمخض عن اتفاق الجزائر المشهور الذي أشرف عليه الرئيس هواري بومدين شخصيا في سنة 1975، والذي وضع حدا مؤقتا للنزاع الإيراني العراقي. إذن كانت البداية في السبعينات، كانت بداية جيدة، وهناك متان العلاقات بين إيران الشهشانية والجزائر الثورية والجمهورية الجزائرية، ولهذا كان لها الدور أن سواء العراق، الجمهورية العراق العربية، أو جمهورية إيران، إيران في العهد الملكي، سمحت لجزائر بهذا الدور وساعدتها على إتمام هذه الاتفاقية وهذا اتفاق الجزائر في سنة 1975. كما نعلم، في المحطة، أبرز محطة في التاريخ الحديث لإيران، وهي الثورة
الثورة الشعبية التي وقعت في إيران في سنة 79 والتي أسقطت النظام الشهشاني. فرحبت الجزائر بطبيعة الحال كما قلت بهذه الثورة باعتبارها ثورة شعبية ضد الإمبريالية وضد الاستكبار العالمي وضد كل ما يسيطر على منطقة الأفرو آسيوية. نعرف بأن الجزائر الذي أيد في ثورة قلنا العرب والمسلمين وكذلك كل الأفارقة والآسيويين حتى ظهرت فكرة الأفرو آسيوية والتي أبرزتها مؤتمر جاكرتا المؤتمر الأفرو آسيوي والذي أيد الثورة الجزائري. فالجزائر كانت تناضل ضمن هذا التحالف الممتد في إفريقيا وآسيا وحتى أمريكا اللاتينية لمقاومة الاستعمار الغربي والهيمنة الإمبريالية الغربية. وبالتالي الجزائر رحبت بهذه الثورة واعتبرتها ثورة ضد الطغيان وضد هذا الظلم. فالجزائر تعاملت مع هذه الثورة بمنطق أنها إسلامية، لهذا حتى الوفد الذي زار الخميني لتهنئته بانتصار الثورة كان يمكن نسمي رموز التيار الإسلامي داخل النظام الجزائري. فذهب الوزير مولود قاسم نايت بالقاسم وهو وزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي الجزائري في فترة السبعينات والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم آنذاك والذي كان يشرف على ملتقيات الفكر الإسلامي. نعلم أن في الجزائر في فترة السبعينات والثمانينات كان هناك ملتقى فكر إسلامي يضم العلماء المسلمين سنة وشيعة وكان يحضر كل رموز العلماء الذين نعرفهم كل في الساحة الإسلامية وكذلك الشيعة، وكان يحضر تباعا ممثل الخميني في كل الملتقيات السنوية. فكان الوزير مولود قاسم نايت بالقاسم هو الذي يقود هذا الوفد وبمعيته رجل من جيل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهو الشيخ أحمد حماني وهو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للجزائر، هو أعلى هيئة إسلامية ودينية في الجزائر وهو كذلك مجاهد في الثورة التحريرية الجزائرية. هذا الوفد الذي اختير بعناية باعتبار هذه الثورة إسلامية كما قلت اختير رموز التوجه الإسلامي داخل النظام الجزائري ليقدموا التهنئة للخميني في هاته بانتصار هاته الثورة. إذن العلاقات بقت مستقرة مع بداية الثمانينات والجزائر اختارت الحياة في الحرب العراقية الإيرانية بين سنة 80 و 88 باعتبارها أنها تريد أن تقوم بالدور الوسيط كما قامت فيه في منتصف السبعينات. وفعلا بدأت الجزائر بإفادة مسؤوليها للتوسط بين العراق والإيران لتوقيف هذه الحرب، لكن كان الثمن باهظ للجزائر حيث استهدفت طائرة والوزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد الصالح بن يحيى رحمة الله عليه استهدف في صاروخ وهو يتنقل نحو إيران، وكانت الرسالة واضحة وأن القوى الإقليمية والدولية لا تريد أن هذه الحرب أن تتوقف وبالتالي لابد أن تستمر هذه الحرب بين الجارين إيران والعراق. إذن استهدفت الطائرة واستشهد محمد الصديق بن يحيى ومن معه في الطائرة في شهر ماي 1982. إذن هذه المرحلة يعني أعلن التوقف الدور الوسيط الجزائري كوسيط بين إيران والعراق. تعززت العلاقات في مرحلة الرئيس الأسبق شادي بن جديس حين زار إيران في سنة 1982، وكان الجزائر برز دور الجزائر في هذه الفترة بأنها أصبحت راعية للمصالح الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قطعت إيران علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا أنا أتكلم عن المتانة في العلاقة وسنرى تباعا كيف تدهورت هذه العلاقات وكيف ساهمت إيران في تدهورها بتدخلها في الشأن الداخلي الجزائري. إذن نعرف أزمة الرهائن الذي وقعت في السفارة الأمريكية عندما تم محاصرة السفارة الأمريكية وتدخلت الجزائر بهذا لفك هذا وتسوية هذا الموضوع، وفكان للجزائر هذا الدور الكبير الدبلوماسي. فتحولت الجزائر ترعى المصالح الإيرانية في واشنطن، والأمريكان لحد الآن كل سنة يكبرون في الجزائر هذا الدور التاريخي الذي قامت به في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لحد الآن العلاقات تميزت بالمتانة كما قلنا، لكنها تتجه يوما بعد يوم بعد ذلك سنتحدث نحو التدهور ثم إلى القطيعة النهائية. ما السبب الذي أوصلها إلى ذلك؟ أوصلها
هو التدخل الإيراني في الشأن الداخلي الجزائري. نعرف أن في 5 أكتوبر 1988 قامت في الجزائر انتفاضة شعبية. هذه الانتفاضة الشعبية أفرزت تعددية سياسية وديمقراطية. الجزائر كانت تحكم طيلة 3 عقود من الستينات والسبعينات والثمانينات، كانت تحكم بنظام الحزب الواحد. فقامت انتفاضة شعبية في 5 أكتوبر 1988، هذه الانتفاضة أفرزت تعددية ديمقراطية وحزبية. ومن بين إفرازات هذه التعددية الديمقراطية والحزبية أنه نشأت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، ومن أبرز هذه الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هنا يبدأ التدخل الإيراني التي كانت تعتبر نفسها وكيل على الإسلام وتعتبر الأحزاب الإسلامية قريبة منه، فبدأت تشارك في أنشطة الأحزاب الإسلامية والمنتديات وتشارك في الشأن الداخلي الجزائري. شكرا جزيلا للأستاذ إدريس ربوح الباحث في الشؤون المغاربية والأفريقية، فقد استطاع التنقل رغم مراحل عديدة لبحثه، فقد استطاع التنقل بتوازن رائع في مراحل العلاقات الجزائرية الإيرانية بين مرحلة العلاقات ومرحلة إعادة تأسيس هذه العلاقات. دعوني باسمكم أرحب مجدداً بالأستاذ الصادق إبراهيم الرزيقي، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، الذي يشارك في هذه الجلسة وفي هذه الندوة ببحث عنوانه التغلغل الإيراني في إفريقيا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. أولا أنني لم أحضر ولم أعد بحثا، لكن سأتحدث بإيجاز عن هذه عن هذا الموضوع، وما سمعته من المتحدث قبلي في إشارات واضحة لأهداف التقلقل الإيراني في إفريقيا، أهداف هذا الوجود، أهداف هذا التقلقل، تأثير الاستراتيجية الإيرانية في إفريقيا الآن، هل هي مرتبطة بأهداف ذات طبيعة سياسية، أهداف متعلقة بالدولة، أم أهداف متعلقة بالتشيع في إفريقيا؟ وهذه قضية جدل واسع وكبير في القارة الإفريقية، خاصة أن قضايا كثيرة أثرت في القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية لديها علاقات تاريخية مع الجزيرة العربية ومع إيران نفسها، خاصة مناطق شرق أفريقيا، وهي مناطق فيها تداخلات كبيرة وفيها تمازجات على مر التاريخ. أثرت هذه العلاقة وأثر هذا التاريخ وأثرت هذه العوامل في تنامي هذه العلاقة، خاصة بعد 1979، خاصة أن إيران اتجهت نحو هذه الدول بفعل وجود إما سياسة إما استراتيجية موجهة أو ضرورات اللحظة وضرورات الظرف السياسي والدولي الذي جعل إيران تنفتح على هذه الدول. ولم تكن في السنوات العشر الأولى بعد 79 لم تكن هناك سياسة إيرانية محددة ذات طبيعة إما فكرية أو ذات طبيعة مذهبية تنشغل بها في القارة الإفريقية. كان كل العلاقة الموجودة في ذاك الوقت هو العلاقة السياسية والتعاون والشراكات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية، وظلت العلاقة تتنامى شيئا فشيئا من 4 سفارات في إفريقيا إلى أن وصلت في منتصف التسعينات إلى أكثر من 29 سفارة، ثم تنامت إلى أن وصلت إلى أكثر من 40 سفارة إفريقية. ترادف مع هذه السفارات إنشاء المراكز الثقافية، ومعروف ما هو هدف هذه المراكز الثقافية، لأن المراكز الثقافية تبعاتها مباشرة وخاصة في المجتمعات الأفريقية المسلمة. ونحن نشير إلى أن أفريقيا هذه القارة الكبيرة تقريبا 60% من سكان القارة الأفريقية في الغالبية مسلمون، لأن إذا أخذت غرب أفريقيا بلدان مسلمة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بلدان إسلامية كبيرة مثل نيجيريا، مثل السنغال، مثل كينيا، مثل تشاد، مثل النيجر، بلدان الغرب أفريقي بلدان مسلمة في ذات أغلبية مسلمة. كذلك بلدان المشرق الأفريقي أو الشرق الأفريقي تجد بلدان كثيرة مسلمة مثل تنزانيا، المسلمين في أثيوبيا، المسلمين في الصومال، المسلمين في كينيا،
في دول الجنوب الأفريقي أعداد كبيرة من المسلمين. هذه المجتمعات ظلت تتوق بفعل هذه المجتمعات وانقطاع عن العالم الإسلامي، وضعف العلاقة العربية الأفريقية ساهم في تمدد الوجود والخطاب الإيراني تجاه هذه المجتمعات، سواء كان عبر المساعدات الإنسانية التي بدأت تصل أو عبر الدعاية الثقافية، الدعاية الدينية، الشعارات التي رفعت في هذه البلدان. فلذلك كان الهدف الاستراتيجي هو بناء علاقات سياسية، بناء علاقات اقتصادية، ثم ترجمت هذه العلاقات إلى علاقات ذات طبيعة دينية، ذات طبيعة دعوية. هناك عامل آخر، أن كثير من الجاليات التي جاءت من الشام، سواء كان لبنانيين سواء كان مستثمرين ذهبوا إلى أفريقيا فترات مبكرة، كثير منهم يرتبطوا ببعض المنظمات التي لديها علاقة بإيران بشكل مباشر، سواء كان الذين لديهم علاقة مع حزب الله ومع حركة أمل أو أي بعض الاستثمارات الموجودة في هذه البلدان. فهذه الاستثمارات فتحت المجال واسع، ووفرت قنوات اتصال مباشرة مع هذه المجموعات الأفريقية ومع هذه الجماعات الدينية. ومعلوم أن أفريقيا الآن مع انتشار المذاهب أو الطرق الصوفية، خاصة الطريقة التجانية والطريقة القادرية والطريقة البرهان، كثير من الطرق الصوفية الموجودة كانت مدخلا سهلا في التواصل مع المؤسسة الدينية الإيرانية، بحكم أن هنالك مشتركات في المفهوم الصوفي لهذه البلدان، وما يرفع من شعارات متعلق بآل البيت وحب هؤلاء المسلمين في أفريقيا لآل البيت. هذا كان مدخل مهم جدا من المداخل التي دخلت فيها إيران عبر المدخل الثقافي وعبر المدخل الديني. الذي أريد أن أركز عنه أنه تجربة واضحة بالنسبة إلي وبالنسبة إليكم أيضا، هي وتعطي نموذج لهذه العلاقة، لأنه العلاقة السودانية الإيرانية تعتبر نموذج كان في العلاقة القائمة بين بلد مسلم أفريقي أو بلد عربي مسلم أفريقي في التعامل مع إيران. السودان انفتح انفتاح كامل لإيران، أنشأ علاقة ذات طبيعة قوية، ذات طبيعة استراتيجية، شملت مجالات مختلفة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية، نشأت علاقة قوية جدا. وكان يظن أن السودان لديه تحالف ذو طبيعة استراتيجية مع إيران، ولكن مع دخول السودان في الحلف الذي قام بعد سيطرة الحوثيين على اليمن ودخول السودان في عاصفة الحزم وحرب اليمن، بدأت السودان ونتيجة لهذه الضغوط، هنالك ضغوط سواء كان ضغوط عربية خليجية أو ضغوط من أطراف دولية أخرى أو اشتراطات دولية لتحسين العلاقات مع الغرب، دخل السودان في مساومة حول هذه العلاقة. ولذلك اتخذ قرار في 2014 أولا بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية الموجودة في السودان، وكان البيان الرسمي لحكومة السودان في ذاك الوقت أن هذه المراكز تستخدم في نشر المذهب الشيعي، وأن هذه المراكز لديها أهداف أخرى داخل السودان. وبلغ عدد المتشيعين حتى ذاك الوقت كإحصاء موجود لدى الأجهزة السودانية بما يقارب 12,000 أو غيرها، لكن كانت هذه المراكز ذات نشاط واسع، توزع الكتب، تقيم المحاضرات، تنظم الملتقيات، تنظم المؤتمرات، ولم تكن هذه المراكز بطريقتها الناعمة التي كانت تعمل في السودان تسير قلقا بالغا، لأن هذا العمل كان يسير بشكل طبيعي، بشكل يعني ناعم جدا، وتم اختراق يعني كثير من الجهات داخل السودان، سواء كانت شرائح طلابية أو حتى وصلوا حتى إلى الإعلاميين أو الطرق الصوفية أو بعض الجماعات، وذلك أثار قلق السلطات السودانية فاتخذت هذا القرار. ولم تمض إلا عدة أشهر حتى اتخذ السودان قرار أكبر منه بقطع العلاقات مع إيران. صحيح نظر إلى ذاك القرار على أنه قرار ذو طبيعة سياسية، وأن السودان في هذا الإجراء راعى علاقاته مع السعودية، مع إيران، مع الدول التي انتظمت في إطار عاصفة الحزم وحرب اليمن، وكأنها كانت من ضرورات ذاك التحالف الذي قام. ولكن في حقيقة الأمر عندما تجلس إلى المسؤولين السودانيين في ذاك الوقت، بدأوا يتحدثون
بصورة أكبر عن هذا التقلقل، وأن هنالك منظومة كاملة بدأت تنشأ في أفريقيا وخاصة من العالم السني في أفريقيا ضد هذه التوجهات، لأنها بدأت تستخدم أساليب مختلفة. وإذا استمر هذا المد بهذا الشكل سيكون له تأثيرات كبيرة جدا على المفاهيم الدينية، على المجتمعات، بالنظر إلى ما حدث في بعض البلدان في غرب أفريقيا أو في شرق أفريقيا. فلذلك هذا هو النموذج الأمثل. وكثير من الدول التي تتحدث عن هذا الوجود وعن هذا المد أنها لم تجني فوائد كبيرة، سواء كان على مستوى الاستثمار أو على مستوى التعاون السياسي، ولا على مستوى التعاون الاقتصادي أو الاستثماري، لأن الاستثمارات لم تصل إلى المستوى الذي يمكن أن يقال أن الاستثمارات الإيرانية الأفريقية كانت كبيرة، وأن حجم التبادلات كان كبيرا. فبفعل العقوبات الدولية أو العقوبات الغربية على إيران نفسها لم تتاح فرصة كبيرة أن تصل التبادلات التجارية إلى مستوى كبير، ولا المنتجات الإيرانية سواء كان على مستوى الآليات الزراعية أو البترول أو مشتقات البترول أيضا إلى مستوى كبير يؤبه له في أفريقيا. ولذلك وجد الأفارقة أن العلاقة الإيرانية الأفريقية لم تسر في الاتجاه السليم. كذلك وجدوا بدائل أخرى في الغارة الآسيوية، عندما اتجهوا إلى الصين، عندما اتجهوا إلى كوريا، عندما اتجهوا إلى الهند، وظهر أن هنالك بديل موجود. ولكن مع كل ذلك كان هذا الأثر كبيرا جدا في أفريقيا. حاولت أفريقيا أيضا أن تتعامل في مجالات مختلفة كانت تطرح من الحكومة الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بمؤتمرات أقيمت في 2010 و 2011 للقمة الأفريقية الإيرانية، أو مؤتمر الإرهاب العالمي، كان مؤتمر أيضا عقد في إيران شارك فيه عدد من رؤساء الأفارقة. ولكن كل هذه العلاقة لم تتخط الحدود التي ذكرتها، عدا ما حدث في نيجيريا أو عدا ما الذي يحدث في السنغال أو حدث في موريتانيا أو في دول شرق أفريقيا. ولكن من مجمل هذا الحديث نشير إلى أن هذا التغلغل كان فاعلا قبل سنوات، لكن بدأ يتراجع نسبيا هذا التغلغل وهذا المد وهذا التأثير. وأنا أعتقد أن أفريقيا الآن والمجتمعات الأفريقية بفعل أن هذه المجتمعات أصبحت فيها صحوة كبيرة، وأصبح في نشاط واسع لكثير من المنظمات الإسلامية وكثير من الوعي، وانتشار التواصل العام عبر وسائل الإعلام المختلفة، أن هذه الأمور بدأت تتراجع، وأن أفريقيا الآن تقف على مسافة معقولة من إيران. شكرا جزيلا، شكرا لاستماعك. شكرا جزيلا الأستاذ الصادق إبراهيم الرزيقي، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، الذي حدثنا من طيات ذاكرته عن التغلغل الإيراني في أفريقيا، ووضع يده على محطات ومثابات نستطيع من خلالها رسم خريطة هذا التدخل، فشكرا له كل الشكر. قبل أن أنتقل إلى الدكتور ثامر، دعوني أرحب بالشيخ فاروق الضفيري، الباحث في شؤون الفرق والجماعات، حضر التو، وهو باحث عراقي، وعنوان بحثه حقيقة طريق السبايا، دراسة في أبعاد توظيف الطائف المسيس. فأهلا وسهلا به. الورقة الآن للدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، عنوانها الخطر الإيراني على العراق، شواهده وآثاره. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن موضوع ورقتي كما ذكرها الأخ الأستاذ حارث الأزدي عن الخطر الإيراني على العراق، شواهده وآثاره. ولن أطيل في المقدمات، وسأدخل مباشرة في الموضوع استثمارا للوقت. خطر إيران على العراق لم يتوقف، ولكنه يزداد بقوة وضعف الدولة في إيران. وإيران اليوم تعمل بقوة على زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الخراب والدمار في المنطقة للسيطرة عليها، لأنها تعتاش على الفوضى وتتمدد من خلالها. وما نراه اليوم من تغول إيران وميليشياتها وأذرعها في الدول الإسلامية والعربية
هو امتداد للمشروع الصفوي الدموي الذي ينشر الأفكار الهدامة بلباس حب آل البيت رضي الله عنه. والحديث عن خطر المشروع الإيراني يعد من ضرورة الوقت حتى لا ينخدع المستغفلون من الأمة بالأكاذيب وكلامهم بأكاذيب إيران وكلامها المعسول. وهذا الخطر يكبر يوما بعد آخر لامتلاك إيران المال والخطاب المزدوج الذي يتحالف مع الغرب سرا وعلانية، خصوصا أن المشروع النووي ماض بدون توقف، وهو خطر حقيقي سيعزز من الاستيلاء على العراق والمنطقة بشكل كامل، ويعزز من إمكانية نشوب حرب نووية في المنطقة. ولكن هو قطعا لا يهدد أمن الكيان الصهيوني أو الغرب أو أمريكا، ولو كان كذلك لما سمحوا له بالوصول إلى هذه المراحل مثل ما فعلوا في العراق وقصفوا المفاعل النووية العراقية. وهنا لابد أن أعرج سريعا على حقيقة الصراع الأمريكي الصهيوني الإيراني. نظام الحكم في إيران يخضع لنظام ولاية الفقيه التي أقرها الخميني، والدستور الإيراني يمنح الفقيه الولي الفقيه السيادة السياسية والدينية. وفكرة تصدير الثورة كما ذكرها أحد الباحثين قبل قليل في الجلسة الأولى هي تصدير الثورة للدول العربية، المقصود بها هي تصدير الطائفية وإرغام الناس عليها مثل ما يحصل الآن في العراق، وهو من أخطر الأهداف الإيرانية. وتصريح وزير الخارجية المغرب اليوم عندما قال بأن إيران راعية الإرهاب والتقسيم وتفتيت المنطقة كان صائبا في ذلك. وربما انخدع البعض بشعارات الخميني التي تظهر العداء لإيران والكيان الصهيوني، ولكن الحقيقة أن الخميني أول حروبه شنها على العراق، ولم يتوجه لا إلى الكيان الصهيوني ولا إلى تحرير القدس وفلسطين. وسأذكر بعض الشواهد المهمة التي تدل على أن عداء إيران هو ليس للكيان الصهيوني وإنما للمنطقة العربية خصوصا. أولا ما أكدها دراسة أكدها الدكتور نبيل العتوم مستفيضة في المناهج التعليمية في المدارس الإيرانية، خلاصتها تؤكد أن إيران في مناهجها التعليمية تجسد أن العرب هو العدو الأبدي لها وليس الكيان الصهيوني ولا الغرب، وتجعل صراعها مع العرب صراعا عسكريا وجغرافيا وأمنيا وثقافيا، ولذلك تشوه صورة الإنسان العربي المسلم وتصفه بأبشع الأوصاف، فإذا الصراع مع إيران هو صراع وجود. ثانيا تعاون أمريكا والكيان الصهيوني مع إيران في حقبة الخميني. ثورة الخميني رفعت شعار معاداة الشيطان الأكبر وتحرير القدس، ولكنها تحالفت معه ضد العرب والمسلمين. وسأذكر شاهدين للتعاون بين أمريكا والكيان الصهيوني من جهة وبين الخميني ودائرته الضيقة من جهة أخرى. الأول ما ذكره شاه إيران محمد رضا بهلوي في مذكراته، يقول إنه في أوائل عام 1979 تفاجأ بأن الجنرال هويزر نائب قائد القوات المسلحة الأمريكية دخل إيران وبقي عدة أيام ثم خرج منها بزيارة سرية، والشاه وقادة الجيش لا يعلمون بذلك، بل إن الشاه علم من الصحف السوفيتية أن هويزر في طهران لتجهيز انقلاب عسكري ضده. ويذكر الشاه أن الاتصالات الأمريكية كانت مع مهدي بازركان الذي اختاره الخميني ليكون رئيساً لأول حكومة في إيران بعد الشاه. هذا أولاً. ثانياً ما عرف في وقتها بفضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، وهي صفقة سرية بين أمريكا وإيران والكيان الصهيوني في حرب العراق مع إيران. يقول المؤرخ الصهيوني يعقوب خبير العلاقات الدولية إن إسرائيل باعت أسلحة لإيران لأكثر من 6 أعوام بما يزيد عن 2.5 مليار، وهناك تقارير تؤكد أن نسبة الأسلحة التي زود الكيان الصهيوني بها إيران تبلغ 80% في حربها ضد العراق. ثالثاً تعاون إيران مع أمريكا لغزو واحتلال العراق. أمريكا عندما احتلت العراق توالت وتم لها احتلال العراق توالت الاعترافات الصريحة للمسؤولين الإيرانيين تؤكد أن هناك تعاوناً إيرانياً أمريكياً في احتلال العراق، منها ما قاله محمد أبطحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربهم ضد أفغانستان والعراق، ولولا التعاون الإيراني لما استطاعت
أمريكا أن تحتل كابل وبغداد بهذه السهولة. وتصريح رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام قال لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد. والتعاون أيضاً إذن كان عن طريق تحريك أحزاب إيران وميليشياتها في العراق لخدمة الاحتلال الأمريكي مثل المجلس الأعلى وحزب الدعوة وجيش المهدي وغيره. رابعاً، تعاون إيران مع أمريكا في فرض العملية السياسية، ومن أخطر ما فرضه الاحتلال في العراق ورسخته إيران عن طريق أدواتها في العراق هو العملية السياسية البائسة التي قسمت الشعب العراقي تقسيماً طائفياً وعرقياً مقيتاً. وبدأ ذلك بما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي الذي منح الأحزاب الطائفية الموالية لإيران الأغلبية المطلقة في المجلس لتأجيج النفس الطائفي في العراق، مع أن هذه الطائفية أو الطائفة لا تمثل الأغلبية التي يريد الأمريكان وإيران فرضها على الشعب العراقي. ولكن أمريكا اختارت لمجلس الحكم 25 شخصية، منهم 12 شيعي وستة أكراد وأربعة سنة والباقي للأقليات الأخرى، وجعلوا نسبة السنة في العراق أقل من 20% والأكراد 20% تقريبا، والشيعة أكثر من 55%. واستراتيجية طهران كانت هي مع الاحتلال، بالتوافق مع الاحتلال الأمريكي، هو إيصال حلفاء إيران من الأحزاب الطائفية الموالية لها إلى السلطة وصناعة القرار ودعمهم للبقاء في سدة الحكم. وقد حذرت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيانها الأول، في أول بيان لها، من هذا المخطط الخبيث المتفق عليه بين إيران وأمريكا، وأكدت أن الهدف من هذا المجلس وهذه العملية السياسية التي يراد تأسيسها في العراق هو تمزيق العراقيين. وكان أول قرار للمجلس هو جعل يوم احتلال بغداد يوم 9/4 يوماً وطنياً. واستطاعت إيران أيضاً أن تنسق مع بعض الواجهات الدينية في العراق وإقناعها بالصمت وعدم دعوة الناس لقتال الأمريكان، وإصدار توجيهات بالتعاون مع قوات الاحتلال، وإصدار فتاوى صريحة تطالب الناس بالمشاركة في العملية السياسية والانتخابات التي فرضها المحتل، وكذلك المشاركة بقوة في فرض دستور 2005، وأيضاً فتوى الجهاد الكفائي وتشكيل ميليشيات الحشد الشعبي التي ارتكبت جرائم طائفية وجرائم حرب ضد الإنسانية في كثير من المحافظات في العراق بالتعاون مع القوات الأمريكية. وحتى تكون الصورة واضحة، فقد صدرت فتاوى عدة من جهات شرعية أخرى لا توالي إيران، حيث حثت العراقيين على مقاتلة الأمريكان وجهادهم، ومنها فتوى رابطة علماء العراق في الخارج وفتوى الشيخ عبد الكريم المدرس مفتي العراق التي دعا فيها إلى الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي، فضلاً عن مواقف كثيرة أخرى وأهمها مواقف هيئة علماء المسلمين الداعمة للمقاومة بكل الوسائل المشروعة. وعند ذكر المقاومة فلا يمكن أن نتجاوز مواقف فارس العراق وفارس ميدانه شيخ المجاهدين الشيخ حارث الضاري رحمه الله، الذي كان له بصمة كبيرة في التحذير من الخطر الإيراني في المنطقة. وأنتقل الآن إلى أنه ما هي أدوات إيران في العراق. أدوات إيران في العراق حقيقة هم ليسوا فقط من الشيعة، لأن إيران استطاعت أن تبني لها أحزاباً موالية وميليشيات حتى من المسيحيين. فلدينا ميليشيا بابليون، ميليشيا تدخل ضمن الحشد الشعبي وهي تقر وتوالي إيران. وأدوات إيران أيضا منها ثلاث جهات رئيسية: ميليشيات الحشد الشعبي وأحزاب السلطة التي تسيطر على العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا، وبعض الواجهات الدينية. فيما يتعلق بالميليشيات، يوجد تقريبا 100 ميليشيا مسلحة مرتبطة بإيران ارتباطا وثيقا، وهناك عشرات الأحزاب التي تعمل لصالح إيران وتخضع لتوجيهاتها. ومن أبرز هذه الأحزاب والميليشيات هو حزب الدعوة، الحزب الأبرز الذي سيطر على الحكم في العراق بعد الذي طبعا هو أسس عام 1957،
وقاتل هذا الحزب مع الحرس الثوري الإيراني ضد معركة إيران مع العراق، ونفذ عمليات إرهابية داخل العراق وخارج العراق، ومنها تفجير في العاصمة المستنصرية الجامعة المستنصرية، وتفجير سفارة العراق في لبنان. وبعد احتلال العراق تسلم إدارة الحكم من 2005 إلى عام 2018. ثانياً، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. تشكل هذا التجمع عام 1982 في طهران على يد محمد باقر الحكيم، وله جناح مسلح باسم منظمة بدر أو فيلق بدر. وتعاون هذا المجلس بشقيه السياسي والعسكري مع قوات الاحتلال الأمريكي، وشارك في السلطة بعد الاحتلال، وقد أعلن قادته مراراً وتكراراً أنهم يدينون بالولاء للولي الفقيه في إيران. التيار الصدري. التيار الصدري ظهر بعد احتلال العراق في بغداد بزعامة مقتدى الصدر، وهم أتباع محمد صادق الصدر، وشكلوا ميليشيات جيش المهدي وميليشيا سراي السلام، وهي ميليشيات طائفية عقائدية ارتكبت أبشع الجرائم الطائفية من القتل والتهجير القسري بحق أهل السنة في العراق، وحرق المساجد واغتصابها بالتنسيق مع ميليشيات بدر وحزب الدعوة. وآخر التطورات في التيار الصدري هو أن مرجعهم كاظم الحائري المستقر في إيران أوصى مقتدى الصدر والتيار الصدري أن ينقلوا تبعيتهم وولائهم للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. أما الحشد الشعبي فهو اللافتة الأبرز التي تنضوي تحتها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وهي المسلطة على رقاب العراقيين عموماً وأهل السنة خصوصاً، وتحقق مصالح إيران واقتصادها ومشاريعها في المنطقة. هذه الميليشيات شنت حملات تطهير طائفية كبيرة جداً لتغيير التركيبة السكانية في العراق، وأول ما بدأ التغيير الديموغرافي في العراق في البصرة عام 2004، ثم امتد ليصل جميع المحافظات، وكان عمود هذا التغيير الذي أو الأداء الأبرز هي الميليشيات التي ارتكبت أبشع الأساليب لإحداث التغيير السكاني. في بغداد وحدها كانت الجثث تلقى يومياً في الشوارع، ما بين 200 إلى 300 جثة بعد أن تعتقلهم القوات الأمنية ثم ترميهم بعد 3 أيام في الشوارع. واختصاراً للوقت، لابد أن أعرج على أيضاً خطر إيران بتدمير المجتمع العراقي بالمخدرات. إيران أغرقت العراق بالمخدرات بشكل مخيف جداً، ودمرت المجتمع العراقي، لأن الآن أصبح نسبة المتعاطين للمخدرات في العراق ما بين 50% إلى 70%، يشرف على ترويج هذه المخدرات أدوات إيران، وهي الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران. خطر إيران طبعاً الهدف ليس فقط في العراق، وإنما أصبح العراق ممراً لترويج المخدرات في الدول العربية من أجل إنهاء الأجيال القادمة وإخراجها من دائرة التأثير حتى يسهل قيادة المجتمعات العربية. خطر إيران على الاقتصاد العراقي أيضاً. الاقتصاد العراقي منهار ويعتمد على النفط، ولكن كل ما يحتاجه العراق من بضائع هي مستوردة، حتى الخضار، حتى الزراعة، حتى الفواكه، كل شيء هو مستورد من إيران تقريباً، لها النصيب الأكبر في ذلك. المصانع المتوقفة في العراق ما يقرب من 15,000 مصنع ومشروع لا يسمح لها بأن تعمل، لأن الإرادة السياسية في العراق لا تسمح بذلك. القطاع الزراعي، إيران قطعت أكثر من 45 رافد يغذي الأنهار والأهوار في العراق، والآن التصحر في العراق مخيف جداً ويتوسع بشكل كبير جداً. الحكومة لم تطالب إيران بإطلاق حقوقها في المياه، وإنما خفضت نسبة الزراعة في العراق إلى 50%، وبذلك إشارة واضحة إلى أن النظام في العراق هو لا يسعى لخدمة العراق، وإنما يسعى لخدمة إيران. ملف الطاقة الكهربائية الذي صرف عليه 81 مليار دولار، إلى الآن العراق ليس لديه كهرباء، والآن العراق يستورد الكهرباء من إيران ويدفع لها مليارات سنوياً، ولكن في الحقيقة لا يوجد كهرباء في العراق، ولا تسمح إيران أن يتفق العراق على عقود كهرباء حتى من دول الخليج أو الدول العربية الأخرى. أيضاً خطر إيران معروف في الجانب العقدي،
إيران استهدفت الشعب العراقي بشكل كبير جدا، وشنت حملات قاسية ضد الشعب العراقي. فأذكر شاهدين فقط، أنه في عام 2006-2007 كان كل من اسمه عمر وبكر وعثمان وسفيان يغير اسمه، لأنه لو اعتقل من قبل الجهات الأمنية والميليشيات سوف يقتل ولن يرجع إلى أهله. ربما يكون هناك تساؤل، ما هي الجهود المبذولة لهذا الخطر الإيراني في العراق من علماء العراق والشعب العراقي؟ أقول لم يقف أهل العراق عن مواجهة الخطر الإيراني، وقدم أبناؤه جهوداً كبيرة لبيان خطر المشروع الإيراني والوقوف ضده، وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق رأس الرمح في المواجهة. وأهم ما قامت به هو الوقوف في وجه الحرب الأهلية التي سعت إيران وأمريكا لإشعالها داخل العراق، وقد نجحت إلى حد كبير في ذلك رغم الهجمة الشرسة التي كانت أمريكا وإيران وأدواتهما تمارسه في العراق. وأيضاً كشفت الحقائق وجرائم الحكومة وميليشياتها، ونقلت الحقائق للعالم، وقدم أعضاء الهيئة وعلى رأسهم الشيخ حارث الضاري رحمه الله التحذيرات من المشروع الإيراني العراقي مبكراً، وكشف حقيقة الخطر الإيراني على المنطقة، وأوصل هذا الخطر إلى الدول المجاورة التي لها صلة بالمنطقة وأهمها دول الجوار. ومواقف الهيئة والعشائر العراقية الأصيلة ثابتة في ذلك، ولذلك دفعت الهيئة وبعض شيوخ العشائر ثمناً باهظاً لمواقفهم ضد الخطر الإيراني على العراق، وقد قتل من أعضاء الهيئة مئات الأئمة والخطباء والدعاة. كان هذا جزءاً يسيراً من الخطر الإيراني في العراق، والقائمة تطول بأنواع الخطر الإيراني على العراق، ولكن هذا ما سمح به الوقت. شكراً جزيلاً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس أدق ولا أوثق من أن تستمع لشاهد حي عاش المأساة وعرف خبايا التدخلات ومرامي المخططات الإيرانية. شكراً للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين على ما قدمه في هذا البحث الرصين الذي تضمن شواهد مهمة. نختتم هذه الجلسة بباحث في شؤون الفرق والجماعات، باحث عراقي، إنه الشيخ فاروق الضفيري، وعنوان بحثه حقيقة طريق السبايا دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس. فليتفضل مشكوراً. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، المشايخ والأساتذة والأخوة الحضور الكرام كل بمقامه ومكانته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم الشكر الجزيل إلى الأخوة في هيئة علماء المسلمين في العراق وأخواتها من الهيئات والروابط العلمائية الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لنتكلم في هذا الموضوع الخطير. وأقدم بين أيديكم ملخصاً لدراستنا حقيقة طريق السبايا، دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس، التي أخذت مني حقيقة أكثر من سنتين من البحث والتدقيق في مراجع ومصادر القوم المعتمدة. وهذه الدراسة قدم لها المرجع الشيعي السابق الشيخ حسين المؤيد حفظه الله تعالى، وهي حقيقة أول دراسة في هذا الموضوع في المكتبة العربية. سبب تأليف هذه الدراسة أن العتبة الحسينية قامت في عام 2022 بطرح مشروع يسمى بمشروع طريق السبايا، وجندت لها الإعلام وجندت لها بعض الأساتذة في الموصل وفي غيرها من المناطق، تدعي أن الركب الحسيني بعد واقعة الطف ذهب إلى الشام من هذا الطريق، وهذا الطريق يمتد من الكوفة إلى تكريت إلى الموصل إلى ماردين تركيا، ثم يعرج على الشام في المناطق السورية إلى أن يدخل بعلبك في الشام وفي لبنان،
ويرجع مرة أخرى إلى أن يصل إلى دمشق عاصمة الأمويين. هذا هو الطريق، والحقيقة هي محاولة حثيثة للسيطرة على هذه المناطق السنية في سياق التغيير الديموغرافي الجاري في العراق لصالح القوى الطائفية المتحكمة في البلد. وقد اعتمدنا، هذه مسألة مهمة جداً أساتذتي وأخواني، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مصادر المذهب الإمامي حصراً، وما استدلوا به هم من المصادر الأخرى مثل كتاب الإشارات للهروي، الهروي الساح وليس الإمام الهروي. وبينا الأمور التالية من خلال هذه الدراسة: عرفنا معنى السبي لغة وصلاحا، وبينا أن السبي المقصود خاص بالكفار وليس بالمسلمين، لأن السبي له أحكامه الخاصة، ولم تسب هاشمية قط، بل ولم تسب مسلمة. والذي حصل هو لنقل من بقي من آل علي رضي الله عنه، من آل الحسين وآل عقيل الذين كانوا في الكوفة بعد واقعة الطف، نقلهم إلى الشام، لأن العراق هو بلد غريب عليهم، هم يسكنون في المدينة. الأمر الآخر، عرفنا معنى طريق السبايا، وبينا أن هناك ثلاثة طرق كانت في ذلك الزمن القديم، ثلاثة طرق في العراق تؤدي إلى الشام. منها الطريق الأول اللي هو الطريق الصحراوي، طريق الصحراوي اللي يمر في الأنبار ويذهب إلى الشام، وهذا الطريق هو الذي كان معتمد من الكوفة إلى الشام باعتبار أقرب الطرق المؤدية إلى الشام. الطريق الآخر طريق ضفاف الفرات من الكوفة مع الفرات، ثم يرجع مرة أخرى إلى يأخذ جانب اليسار إلى يدخل الشام. والطريق الآخر اللي هو طريق يعني أهالي شمال العراق ومن هم في شمال العراق يذهبون إلى الشام، يسمى طريق ضفاف دجلة أو الطريق السلطاني الذي يدعيه اليوم هؤلاء الطائفيون من العتبة الحسيني وغيرهم، يدعون بأن الركب الحسيني سار هذه المسافة الطويلة جدا، يذهب إلى شمال العراق وإلى تركيا وثم يدخل إلى الشام حتى يصل إلى دمشق. ويقول المحقق محمد حسين الطبسي، وهذا من كبار محققين في هذا العصر، يبين أن في كتابه الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، يقول: وهذا الطريق مع طوله وكثرة منازله، يعني طريق السلطاني اللي هو البحث الدراسة فيه، وهذا الطريق مع طوله وكثرة منازله لا يمكن لسالك أن يجد السير فيه ولا يلوي على أحد ولا يتوقف في منزل أن يسلكه في أقل من 10 أيام. ولو أردنا أن نقبل بأن مسير الركب الحسيني كان على هذا الطريق ونقبل بجميع ما حدث لهم في منازله لاستغرق ذلك سنة من الزمان. حتى نعرف كيف يعني الافتراءات كيف تتحدث، هذا محقق من محققين في هذا العصر الحديث. ثم كشفنا خريطة المقامات، وهذه مسألة مهمة جدا في هذه الدراسة. اليوم كل يوم، كل أسبوع، كل شهر نسمع مرقد جديد ظهر على الساحة، وطبعا هذه المراقد لها أبعاد طائفية وأبعاد سياسية وأبعاد تجارية. وكشفنا هذه خريطة المقامات والمشاهد والمراقد التي يذكرونها في الطريق السلطاني المزعوم، فوجدناها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مقابات أو قبور أو مشاهد لم يثبت وجودها أصلاً، يعني الشخصيات لهذه المراقد وهذه المشاهد هي أصلاً شخصيات وهمية ليس لها أصل، هذه الشخصيات كبنات الحسن. الآن تسمعون أنتم في الإعلام يومياً يتكلمون عن بنات الحسن، أكثر من 40 بنت موجودة في قبورها في العراق، والمحسن بن علي بن الحسين اللي يسمونه السقط أو يسمونه الطرح، وكذلك زينب بنت علي بن الحسين، هذه كلها شخصيات وهمية ما لها أساس وليست موجودة أصلاً، غير مولودة. زينب بنت علي بن الحسين في سنجار، هذا المكان يذكر الهروي بأنه مقام لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، هم يذكرون اليوم في كتبهم من قسمين لا قسمين على هذا المقام أو هذا المرقد. منهم من يقول أنه لزينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها العقيلة، وهي مشهور مدفنها في المدينة المنورة
لا في العراق ولا في الشام كما هو معلوم. ومنهم من يقول هي زينب بنت علي بن الحسين، ولا يوجد لعلي بن الحسين رضي الله عنه بنت باسم زينب أصلا، وغيرها طبعا مما ذكر في الدراسة في الشام. كذلك تتبعت هذه المراقد وهذه المقامات في العراق وفي الشام كلها، يعني ذكرتها بالتفصيل وبينت منها من هذا القسم أو من هذا القسم. والحقيقة هذه المقامات والمشاهد أصلها مدارس ومراقد سنية غير أسماؤها بدر الدين لؤلؤ الأتابكي الذي كان حاكم الموصل في زمن الأتابكيين وحليف هولاكا، إلى مراقد بأسماء أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم، سواء كانت الأسماء حقيقية أو موهومة. القسم الثاني مقامات أو قبور للشخصيات موجودة أصلا في التاريخ، ولكن لم يثبت دفنها في هذا المكان، لم يثبت دفنها في هذا المكان، وبذلك تم تفنيد هذا الطريق تاريخيا وجغرافيا من خلال تفنيد صحة وجود هذه المقامات والقبور والمشاهد في مكان لأصحابها في هذا المكان المزعوم. حقيقة كنت يعني مهيئا أجيب لكم نسخ من هذا الكتاب هدية، لكن أعتذر منكم جدا لأنه تأخرت فما استطعت جت مباشرة إلى هذا المكان. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.